بهذه المناسبة يسر أن يكون معنا في استديو مركز الأخبار الكاتب السعودي الأستاذ عبد الله العلمي. أهلا بك سيد عبد الله في استديو مركز الأخبار. وبداية نهنئكم ونهنئ الشعب السعودي ونهنئ أنفسنا ونهنئ كل العرب باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. طبعاً على الاستضافة. طبعا بداية تنفرد العلاقات البحرينية السعودية يعني وتتميز بسمات ومميزات خاصة منذ الأزل طبعا تجعل منها نموذجا في العلاقات العربية العربية. نتحدث عن هذه العلاقات. بداية تسمحي لي أرفع التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وإلى الشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة. نعم. بالنسبة إلى العلاقات العربية العربية أو العلاقات السعودية العربية هي علاقات قوية تحديدا ومتجددة. نتكلم عن العلاقات البحرينية السعودية التي تعتبر اليوم نموذجا. نعم. العلاقات البحرينية السعودية قديمة منذ الأزل. يعني من عام 1891 كانت هناك علاقات قوية جدا في جميع الدول السعودية الثلاث. أستاذ الكاتب السعودي عبد الله العلمي، بداية نكمل ما بدأناه أستاذ عبد الله، وكنا نتحدث عن بأن العلاقات العربية العلاقات السعودية البحرينية تعتبر اليوم نموذجا للعلاقات العربية العربية. نعم. أريد أن أركز إذا سمحتي لي على موضوع العلاقات الاقتصادية أو أركز على موضوع العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والبحرين. طبعا المملكة العربية السعودية هي الشريك التجاري الأول لمملكة البحرين، تجاوزت استثمارات المملكة العربية السعودية في البحرين حوالي 13 مليار ريال سعودي. عدد الشركات الفاعلة فيها استثمار سعودي في البحرين تعدى 315 شركة. هذه آخر مرة اطلعت عليها، احتمالي الآن يكون زاد العدد. فالحمد لله، يعني ما شاء الله، التنوع الاقتصادي والتجاري والتبادل المتين بين البلدين قائم على قدم وساق. نعم، لو نتحدث عن أن هناك أيضا تعاون مثمر بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين في المجالات الثقافية الفنية الأدبية، خاصة انطلاقا من بينهما ما يربطهما من يعني وحدة الثقافة والتاريخ واللغة المشترك، نتحدث في هذا الجانب تحديدا. نعم. يعني يبدو لي أن أهم نقطة اللي ذكرتيها حضرتك التبادل الثقافي أو العامل المشترك الثقافي بين البلدين. نعم. أنا أعلم أن جلالة ملك البحرين يزور الرياض سنويا في مهرجان الجنادرية. نعم. ويشارك في المهرجان، وهذا شيء طبعا طيب. عدد الطلاب السعوديين في البحرين، عدد الطلاب البحرينيين في السعودية في تنامي. معرض البحرين كان في معرض الكتاب في البحرين كان الأسبوع الماضي، وكان في عدد كبير جدا من المؤلفين والشعراء السعوديين. يعني باختصار احنا نتكلم هنا ان العامل المشترك في الثقافة وفي الآداب سواء كان في السياسة أو في علم الاجتماع بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين هي الوسطية والاعتدال. نعم، الكاتب السعودي الأستاذ عبد الله العلمي، شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة. شكرا.